صباح الفل يا امارات، جايبالكم النهارده بجد جوله تحفه هتعجبكم جدا، فيها حاجات كتير حلوه وفيها اسعار كتير بجد تجنن. محل كراميش في المطريه، خلف بصوا اللي باين قدامكم ده مستشفى المطريه او الباب الاستقبال بتاع مستشفى المطريه، ده بلوك 7 مدخل 2، بلوك 7 مدخل 2 محل كراميش. هسيب لكم الرقم على الفيديو. عندهم اسعار بتبدا من 75 جنيه دريسات ب 75 وب 100 وب 100 130 150. هنشوف كل الاسعار مع بعض. يلا بينا نبدا الفيديو، لايك يا حلوين للفيديو، ويلا بينا بقى عشان نشوف جولتنا الحلوه. صباح الفل يا حلوين، كنت وعدتكم اجيب لكم محل كراميش علشان كانوا عاملين زي ما قال لنا كده استاذ احمد ان هم هيفرشوا الدريسات. فرشتوا من امتى يا استاذ احمد؟ من يوم 20 يا فندم. الدريسات نزلت زي ما انت شايفه وزي ما وعدناكم، تشكيل كبير من الدريسات. تمام، وهنوريكم يا فندم الحاجات على الطبيعه. حلوه قوي. قبل الطبيعه كده قول لنا، انت ما رضيتش تقول السعر المره اللي فاتت. 250 اي دريس. حلو قوي. اي خامه، اي موديل، اي مقاس ب 250 جنيه يا بنات. تمام، 100% ان احنا ارخص مكان بنطلع الدريس ده. تمام، ارخص من المكتب بتاعك. الخامه ايه دي يا استاذه؟ ده فبران مستورد. فبران مستورد، حاجه كده طريه يا بنات زي الفسكوز. مقاسات كبيره. تمام، تمام. حلو قوي. اشكاله في الدرميجن، في الزبرا، في حاجات مشفره، في فواتح، في الفواتح برضو. بصي تمام، بص الاشكال. ده كتان، ده عجبني قوي بصراحه، ده خامته كتان، خامه حلوه قوي. ده في منه تاني؟ يا فندم. طيب تمام، حلو قوي. حلو، الوانه موجوده. ماشي، بص الماتيريال حلو قوي بصراحه. الخامات حلوه برده، 250 اي دي، وخامات مختلفه على فكره، يعني مش كله زي بعضه. تمام، الوان اهي، كل موديل في منه كذا درجه وكذا لون يا بنات. الساده مطر، حلو قوي ده برده. تطريز يا جماعه، بصوا ده التطريز ده حلو قوي، والخامه كمان جميله وكذا لون برده. في ناس بتحتاج دريسات طويله يا جماعه، فوق ال 180 سم. بصوا ما شاء الله طويله اهو، فوق ال 180 سم. وفي برده اللي هم يا دوبك على قد على وش الشوز كده يا بنات. شميزات كبيره برده، تعالوا نبص على الشميزات. تمام، المعلمات الجديدة يا جماعة، ألوان المعلمات الجديدة، مقلم بشداد يا بنات في النص، والمقاسات كبيرة. تمام، بصوا اللون ده تحفة، والمقاس بصوا قد إيه، وخامته جميلة. بصوا كمان اللون ده بصراحة، الألوان رائعة والمقاسات. بكام ده يا أستاذ أحمد؟ ب 170. ب 170 جنيه يا بنات. 170. تمام، ماشي. أوفر سايز متطرف. بكام؟ أوفر سايز ب 150. ب 150 يا بنات الأوفر سايز. أهو. حاجات شيفونات ب 130. 130. الشميز الثلاثة أزرار بننزل منه باستمرار، أي تشجيرة جديدة بننزلها، وسعره زي ما هو ب 150. تمام. مقاسات كبيرة يا فندم. ده بقى الليدي يا بنات، مقاسات ما شاء الله كبيره اهي. 170 بس. ب 170 جنيه. والخامات بقى حاجات خفيفه خالص للصيف، بجد الخامات رائعه ما شاء الله. دي بقى تحفه، دي عجباني قوي. بصوا اولا الطول، 170 بس. بصوا بصوا الطول، تشكيله العيد حاجات جميله. واو، بصوا دي خامتها اولا تحفه، مقاسها حلو قوي. بكام دي بتقول؟ ب 170. البليزر ده يا جماعه، البليزر ده ب 375 بعد الخصم. حلو قوي. احنا بعناه ب 150 بس يا جماعه، الوانه اهي، الوان الوان ومقاسات. حلو قوي. من ميديم لدبل اكس، من ميديم لدبل اكس. اللي انا عملته عندك تشيك يعني بجد والله العظيم. تمام، لا والناس حباه. 150 بالوان، حلو قوي. 100 ميات يا جماعه، ميات دول ب 100 جنيه؟ ميات. تمام، 100. حلو قوي. 100 100 100 يا جماعه. حط لو كده عشان احط لهم اول كومنت مثبت عندي. تمام كده؟ الجوردن اللي صورناه المره اللي فاتت تذكيرات الجديده منه. تمام، احنا قلنا بكام؟ ب 130. ب 130، والطويل كان ب 150. بص اشكاله تشجيعها، حلو قوي. لو واحده عايزه برضه حلو ده. 130 عليك. دي كتان يا بنات، بصوا الكتان واسعه وكبيره وخامتها بصوا حلو قوي، ب 130 جنيه. ده عليه عروض؟ الصف اللي فوق يا جماعه كله 100. ب 100 جنيه فوق. الصف اللي فوق 100. حلو قوي. ده 150 وده 100، ده عليه عرض يا جماعه 100. ده ب 100 جنيه؟ ده خامته ايه ده؟ ده
ده زي كتان يا بنات؟ كتان برضه. تمام. الشميزات 100 اهي. والشميزات دي ب 100؟ الدريسات دي عليها عرض ب 75 جنيه. الدريسات دي عليها عرض ب 75. 75 اشكال اهي. وفي حاجات زي التلبيسه اهي. كل ده ب 75 على عرض. حلو قوي. تمام. الدريسات مش دول كمان ب 75؟ لا ده ب 100. ده ب 100؟ بصوا دول ب 100 يا بنات. عليهم عرض ب 100. نازلين عليهم عرض ب 100 جنيه. عرض ب 150 شويه دريسات وجونيكات. حلو قوي. في تشكيله برضو هنا اهي ب 150 جنيه. حلو قوي. كل ده لسه اللي بره. تعالوا بقى ادخلكم جوه. الاوفر سايز المضلع. حلو قوي دي. بصوا ده اسود في تضليعه كده باينه اهو، ومن قدام اقصر شويه، وكمان في كسره هنا تدي واسع اكتر. بكام ده؟ ب 150. ب 150 جنيه. صوروا لهم بقيه الدريسات. بصوا انا هطلع على بره. بصوا بقى هنا في دريسات ثانيه. اولا بصوا الخامه خفيفه بشكل مش طبيعي. 52 جنيه اهو، يعني ده السعر اللي بيبيعوا بيه واللي بيقول لنا عليه هو اللي بيبيع بيه يا بنات، عشان الناس اللي ممكن تفكر ان الاسعار دي مش حقيقيه. لا الاسعار حقيقيه اهو اهو، نفس السعر اللي بيبيع بيه. طبعا في تشكيلات كبيره اهي، في كمان ناس اللي بتحب المنقط. طيب تمام. حلو قوي. ده ب 170؟ اه. خامات بيورو وصناعه سوري. خامه خفيفه. بصي اه خامته خفيفه قوي دي، من ومقاسات واسعه. بصوا مقاسات واسعه. تعالوا شوفوا بقى ده. لا ثواني، ده خلينا نشوف ده. حلو قوي. بصوا اللون ده جميل جدا. ده ب 170. بصوا السعر اهو. خدت التشجيره من تحت. بصوا ده ب 200 جنيه. بصوا ماشي ب 200 جنيه. البلوزه الجنزيره يا جماعه كان عندنا منها 22 لون. بكام؟ 22 لون ب 170. 170 جنيه يا بنات. بصوا بصراحه عندهم شويه شغل والله العظيم. يا بختكم لو اللي هيلحق، يا بختكم. بصوا المنقط ده جميل 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 بجد. في موديلات كتير انا عايزه اوريها لكم كلها بجد. بليزر بكام ده؟ ماتيريال تاني من البليزر يا جماعه ب 170 بس. عندنا اربع الوان. حلو جدا. جميل قوي. اربع الوان، احمر واخضر واسود وكافيه. تمام. بصوا كمان في اوفر سايز هنا واسع وطويل كمان. بصوا قد ايه؟ نص بندا. ده شميز اسمه نص بندا. نص ايه؟ زرار نص بندا. هو اسمه الشركه كده. اه. شميز نص بندا بيبقى خمسه زرار يا جماعه وفري سايز. حلو قوي. فري سايز لحد 150 كيلو لبن. تمام. بقول لك انا هاخد المصفى بدل ماشي؟ صور المعلمات. تمام. محبين المعلمات يا جماعه. الله حلو قوي. ده بكام ده؟ ب 170. ب 170 جنيه يا بنات. بصوا في اشكال. كارت السعر اهو 170 جنيه. بصوا كمان في في بقى. ايوه وريني المنت ده. حلو قوي. كتان يا جماعه. بصوا الخامه. بصوا اهو كتان. في هنا استك من الكم بجد حاجه تحفه. لا بجد الله يبارك لك. التشكيله حلوه قوي النهارده يا استاذ احمد. التشكيله مقاسات محيره يا جماعه. قول لهم فين هي؟ اهي هتقابلك ورا. اه طيب هوريها لك. بصوا الاسعار 130 جنيه. شميز جنيه. ده ب 100. بصوا 150. ايه 130. بصوا المقاس قد ايه اهو. فاتحين طول الاسبوع قبل الفطار وبعد الفطار. اسعارهم تحفه. انا شفت كتير وقليل والله، ولفيت في اماكن كتير زي ما انتم عارفين، بس فعلا اسعارهم كويسه قوي يعني. اهو انا كده جبت لكم كل اللي موجود في المحل. انا عن نفسي بعد ما اخلص تصوير هقيس بقى اشوف دريس كده ولا حاجه، لان المقاسات عندهم الحمد لله يعني مبحبحه وحلوه. وكمان الخامات حلوه قوي. بس بعد بقى ما اخلص لكم اوريكم كل حاجه عشان تلحقوا تشوفوا التشكيله الجديده اللي موجوده عندهم. كل ده ب 100 جنيه. هنا الجامب سوت دي ب 130. في منها كذا لون. اه بصوا الكارديجانات دي برضو ب 100 جنيه اهو. في برضو المنت ورا. في هم دول تقريبا دول اللونين اللي موجودين، وبيبقى معاه حزام زي ما انتم شايفين اهو ب 100 جنيه. صوروا لهم بقى شويه الحلويات دول. فين دول شويه حلويات؟ ورينا الحلويات بتاعتك دي فين. هنا
دول بكام؟ عليهم عرض دول؟ 150 اي قطعه. ب 150 جنيه اي قطعه موجوده على الاستاند اللي في النص. تركي حلو قوي دي بصراحه. اسطنبول المطريه على طول. حلوه. كله تركي صورينهم. انت موجوده عندك، انا هنا بجيب حاجه. ماشي. نفسي تحل دماغك. بصوا الجمال يا جماعه، المقاسات المحيرات. المحيرات هنا برضو. بصوا الاستاند ده عليه تشكيله كبيره قوي بصراحه. بص الجمال، كتان موجودة. تكييف الصيف الكتان ده يا جماعه فعلا تكييف الصيف. خامه الكتان احنا بنقول عليها في المهنه. هو اصلا كمان يا بنات اللي طالع اليومين دول هو الكتان، وبصراحه احلى حاجه في الصيف. بصي التشجيره، بصي التطريزه. اه فعلا ده مطرز منه فيه كده، شكله حلو قوي. الحاجات اللي بتيجي كولكشنات مستورده كده يا جماعه، بنجيبها نحطها كده، بنعمل عليها عرض لزمايلنا الكرام. حلو قوي. نبص على الحبه اللي في النص دول، دول كمان يا بنات كل قطعه كده ايه يعني ايه، لما بيصفوا المحل بيحطوه هنا. في كمان ورا اهو، هروح اوريكم الدرسات دي عشان ابقى كده اوريكم كل اللي موجود في المحل. في كاردي نازل ترند. فين الكاردي الترند ده؟ ده ايه ده؟ ساتان؟ ده ساتان. بصوا في منه كذا لون. دول ستانات يا بنات. ليه ثلاث طرق مختلفة لللبس. حزام من الجنب ليه فتحة ممكن تلفيه زي الكابتن، يبقى زي الفستان كده. ممكن تعمليه دريس، ممكن تعمليه بولورو ورباط كده من قدام. تمام حلوة قوي. ميديم لدبل اكس بثلاث الوان. ثلاث مقاسات بكام؟ ب 130 بس. ب 130 جنيه يا بنات، الحقوه عشان بجد الذهبي ده تحفة. على بيزك اسود جميل قوي. بجد الذهبي منه تحفة. بصوا مثلا دول، دول مع بعض يا استاذ احمد. اه دي توينزات. التوينز ده بكام؟ مصنع ديدي ده مشهور جدا يا جماعه بمنتجاته. حلو قوي. مكتبهم في وسط البلد. بصوا التوينزات ب 150 جنيه يا بنات اهو. دي توينزات اهو ب 150 جنيه، تشكيله حلوه جدا. بصوا دوروا كده، الاستندات دي بيبقى فيه حاجات في النص مختلفه كمان. الاوفر سايز اهو، الخامه تحفه. بصوا شايفين طريقه ازاي؟ كم اتنين زرار. كم الجديده يا جماعه؟ لا لا حاجات جميله قوي بصراحه، تحفه تحفه. تشجيرات اه، تشجيره حلوه قوي، والاخضر اللي ورا ده تحفه. الخامات يا بنات تحفه، هتيجوا وتشوفوا بنفسكم. كل الناس اللي جت عن طريق الفيديوهات اللي فاتت مش متخيلين مبسوطين ازاي بجد، لان الخامات فعلا حلوه جدا. فاتحين كل يوم يا استاذ احمد؟ كل يوم يا جماعه، المواعيد من 12 الظهر ل 12 بالليل، بنفطر في المحل يا جماعه. تمام. من بعيد يا ريت ينورنا ويفطر معانا يا جماعه، تحت امركم في اي حاجه. كل سنه وانتم طيبين يا استاذ احمد. هسيب لكم برده كل مره بصوره لكم، برده هسيبه لكم على الفيديو على طول، طول الفيديو هسيب لكم الرقم، وكمان هحط لكم العنوان على الفيديو. كل سنه وانتم طيبين، ومع السلامه.